اليوم تشرفنا بزيارة جامعة الكفيل، وهي أحد المؤسسات التعليمية للعتبة العباسية. الجامعة الحقيقة تم تصميمها وتنفيذها بأعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة، وتستخدم أيضا، وهذا الشيء المفرح، كل أدوات الصديقة للبيئة، ومن بينها ألواح الطاقة الشمسية التي تنتج الكهرباء، وأيضا تحدد أهدافها الصديقة للبيئة من خلال برامج يتم تنفيذها. وأتمنى أن تنقل هذه الجامعة، وهي أمنية خالصة، هذه التجربة إلى المجتمع، لأنه هذه التجربة تجربة رائدة في العراق. هذه المذكرة ستكون هنالك أبعاد كثيرة لها، فالبعد الاجتماعي سيتلاقى مع البعد الأكاديمي خدمة لأبناء المجتمع والشعب العراقي. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.